بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ادي الام والاب بره، وادي بسم الله ما شاء الله 5 فروخ. طيب نفتح العش ونقول بسم الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يا جماله يا جماله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. عندنا هنا 5 فروخ، بسم الله ما شاء الله 5 فروخ. طبعا بسم الله ما شاء الله، انا بس اطلع العش برضك. طبعا الحمد لله مهتمين بالنظافه ومهتمين بكل حاجه بنقدمها. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك اهو. ادي الام والاب بره، وادي بسم الله ما شاء الله 5 فروخ، بسم الله ما شاء الله، وطالع فيهم بريلات جميله جميله جميله، بسم الله ما شاء الله. عندنا يعتبر 2 كبار، اكبر 2، وعندنا اصغر 2، وفي واحد في النص بين السنين. تمام اهو، تمام. طيب احنا هنعمل ايه المفروض دلوقتي؟ دلوقتي الريش بسم الله ما شاء الله شبه اكتمل. طب انا مش عايز الام والاب يتعودوا ان هم يبداوا يملحوا. بص اهو، واحد نط اهو جوه، نبدا بقى خلاص ننزل اهو. طب الفروخ دي هنعمل فيها ايه؟ هنبدا نعمل حركه حلوه دلوقتي. تعال انت بس، بسم الله ما شاء الله، تعال اهو، بس خليك هنا مع اخواتك اهو. هنبدا ايه نعمل دلوقتي في ال5 فروخ دول؟ هنبدا نحطهم في الحضانه الخاصه بالفروخ، علشان لا قدر الله، لا قدر الله ما يحصلش تمليح. هو لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الفروخ ما فيهاش اي تمليح اهي، بسم الله ما شاء الله، حتى الصغيرين بسم الله ما شاء الله ريشهم كامل. فانا مش عايز يعني ايه، لا قدر الله، لا قدر الله، اخلي الجوز يبدا يخش في الاتجاه ده. فانا هبدا اعزل دلوقتي وابدا احطهم في الحضانه. طيب بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. عشان وكمان ملحوظه مهمه، كل ما انت تهتم بالكوكتيل بتاعك وتقدم له تغذيه جيده، بسم الله ما شاء الله هتلاقي صحه الفروخ كده، بسم الله ما شاء الله. في ناس كتير قوي بتربي كوكتيل، اول ما بتوصل السن ده للفروخ بتبدا الاخطاء تحصل وتتوالى. ايه هي الاخطاء؟ تبدا الاهالي تملح، لو هو نسيهم لا قدر الله يوم كده من غير اكل، بيبدا هم عايزين ياكلوا، فبتبدا الاهالي تملح من الزغاليل، وبتبدا المشكله تتفاقم عنده، وممكن يخسر الانتاج بتاعه كله. فعشان كده لازم في السن ده نبدا نحط الزغاليل بتاعتنا في الحضان، تجنبا لاي مشكله لا قدر الله. تمام، يلا بينا نحطهم في الحضان. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. نقطه اصغر 2 اهم، بس برضو مش هنعتمد ان احنا نشيل الثلاثة الكبار بس، لا هنشيل كله بفضل الله، وكده كده الكوكتيل هيأكل من بين السلك ده. تمام؟ تمام زي الفل. طيب ايه بقى اللي احنا المفروض نحطه للزغاليل في الحضانة؟ اهو زي ما حضرتك شايف انا حاطط درج، الدرج ده مليان فلارس، فلارس. تمام؟ طيب ليه؟ عشان خاطر بسم الله ما شاء الله العصافير الكبيرة أو الفروخ الكبيرة ديت بدأت بسم الله ما شاء الله تلقط، لأن أنا كنت حاطط لها دخن في العش، فأصبح دلوقتي لما أحط لها هنا وفلارس هيبدأ يعلموا الفروخ الصغيرة اللي معاهم، وكمان يبدأ يشجعوا، كل ده هيشجع الأهل إن هي تأكلوا من بين السلك. تمام؟ يبقى أنا كده حافظت عليهم. وكمان الارضيه هنا سلك عشان خاطر الفضلات تقع في الدرج ما يحصلش تلوث لا قدر الله. الدرج اللي هو في الاكل ده كل يوم لازم يتنظف، علشان خاطر لو احد الابناء عمل فيه حمام ولا حاجه نبدا ما ينقلش عدوى. تمام؟ تمام. طيب بالنسبه للميه، ادي الميه اهي، هنبدا الميه نحطهم تحت ادنى مستوى، ادنى مستوى ليهم في السلاكه، علشان خاطر الميه تبقى في المتناول. وكده كده بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. انا بهتم جيدا جدا جدا بالاهالي، بقدم الفلارس، بقدم الطواجن ديت، شايفين الطواجن اللي انا حاططها دي؟ الطواجن ديت انا بحط فيها اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. الطواجن ديت انا بحط فيها بيض وبحط فيها مستنبت، يعني طاجن للمستنبت وطاجن للبيض. تمام؟ يعني الكوكتيل لما يكون عندك زغاليل لازم تقدم كل حاجه، قدم فلارس، قدم لب، قدم بيض، قدم مستنبت، قدم كل حاجه. الكوكتيل يا جماعه لما يكون تحتيه عدد فروخ بسم الله ما شاء الله زي كده، لازم هياخد كميه اكل كتيره، فانت لازم لازم في الفتره دي تغذي كويس وتاكل كويس، عشان لو ما غذيتش وما اكلتش هتلاقي الكوكتيل ملح من الزغاليل وبدا ياكل العيش بتاعهم. تحياتي ليكم، وانه احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.